تمام العاشرة بتوقيت سوريا، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. أسدل الستار يوم أمس عن دورة المحبة والسلام الكروية الأولى، وتوج نادي الأسايش بلقب النسخة الأولى بعد فوزه بجميع اللقاءات. ففي المباراة الختامية والتي أقيمت على ملعب شهداء 12 من آذار بمدينة قامشلي، تغلب نادي سردم على نادي دجلة المستضيف بهدف دون رد سجله المهاجم سليمان رشو في الدقيقة 63. وبنهاية اللقاء تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة، فنال الأسايش كأس الدورة بحلوله أولا، وسردم درع المركز الثاني، فيما نال جائزة أفضل حارس محمد حجي حارس الأسايش. أما لقب هداف البطولة فكان من نصيب مهاجم الأسايش علي كيفو عثمان. يشار أن الدورة شارك فيها أربعة فرق هي دجلة والأسايش وسردم وبرخدان، ونظمها نادي دجلة برعاية الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة. نعم مشاهدينا الكرام، لمناقشة محور حلقة الليلة أرحب بضيفي في الاستديو الكابتن ياسر أيوب المشرف العام على نادي دجلة الرياضي. فأهلا ومرحبا بك كابتن ياسر في استديو قناة اليوم. أهلا وسهلا كابتن، طبعا يشرفني أنا وكنادي كمشرف لنادي دجلة أنه أحضر هالبرنامج القيم ونحكي على بطولة، هي بطولة بطولة كانت فكرة والحمد لله تحققت الفكرة. مبروك نجاحكم في تنظيم هذه البطولة التي تعتبر الأولى من نوعها في هذه المنطقة. الله يبارك بعمرك كابتن. طبعا الفكرة اجت بعد وجود فراغ بعد أزمة كورونا. الفكرة انه بدنا نغطي الفراغ الرياضي بسبب أزمة كورونا اللي امتدت فترة منيحة. طبعا نحن كنادي دجلة طبعا بدنا جبنا لاعبين، كان هدف هي الهدف من البطولة هي ثلاث شغلات كابتن: سد الفراغ الحاصل بعد أزمة كورونا بسبب أغلب الأندية، عدم وجود جاهزية أغلب الأندية، والسبب الثاني تجربة أغلب اللاعبين الجدد اللي هالموسم وقعنا معهم، والسبب الأهم جعل بطولة باسم نادي دجلة بطولة موسمية سنوية أسوة بكثير من البطولات. يعني صحيح. أنت كابتن رياضي وتعرف صحيح. في بطولة الصداقة والمحبة، بطولة الصحفيين، هي بطولة قطر أسوة. يعني دائما نحن عم نقول أول الغيث قطرة، يعني هذا الهدف منه أنه نحن نعم نشجع رياضنا، وشوي شوي يعني بطولة رباعية إن شاء الله السنة الجاية السداسية بعدها الثمانية إلى آخره. نعم كابتن، بطولة رباعية، كيف كانت أو كان تجاوب الفرق المدعوة للمشاركة في البطولة؟ سردم بطل الدوري والأسايش الوصيف وأيضا نادي برخدان. طبعا كابتن نحن بداية حطينا شروط للبطولة. نعم. بعد اجتماع الإدارة أول مبدأ المشاركة، وبعدين مبدأ القوة، وثالثا مبدأ المنافسة يعني الاستفادة. طبعا مبدا المشاركه حطينا كثير اسماء، بعتنا لنادي ديريك، بعتنا لنادي الصناديد، بعتنا طبعا بعتنا لنادي الامن الداخلي بالرقه، حتى مشكورا نادي منبج عرض مبدا المشاركه. طبعا الانديه الجاهزه هو طبعا الانديه اللي نفتخر فيها هو نادي سردم ونادي الاسايش، طبعا معروفين بقوتهم وبلاعبين المميزين. وطبعا الهدف الثاني هو مبدا الاستفاده، يعني مو معقول تجيب انديه ما تستفاد منها. صحيح. فنحن يعني هدفنا كان انه نجرب لاعبيتنا ونستفاد، والحمد لله تحقق الهدف. نعم، انتقل الى القامشلي، معنا من هناك الكابتن محمد سرديني مدرب نادي الاسايش بطل الدوره. اهلا ومرحبا بك كابتن محمد. مساء الخير كابتن عبد الجبار، اشكر ضيفك الكريم الكابتن ياسر ايوب. أهلين كابتن. كابتن أيضا نبارك لك تتويج فريقك بلقب النسخة الأولى من بطولة المحبة والسلام التي نظمها نادي دجلة. الله يبارك فيكم، كل الشكر لكم، ونشكر قناة
اليوم، وخاصة أنت كابتن عبد الجبار اللي ما شاء الله عليك مبدع. تسلم كابتن، هذا واجبنا. كابتن، كيف تغلبتم على ثلاث فرق بوزن الأسايش، عفوا سردم بطل الدوري وبرخدان وأيضا دجلة المستضيف؟ طبعا البداية كابتن أحب أشكر إدارة نادي دجلة، جميع الكوادر وكابتن يسر، وكمان أشكر اللجنة المنظمة ومكتب كرة القدم بمدينة القامشلي اللي قاموا بجهد كبير لأجل نجاح هذه الدورة. كابتن احنا فريقنا كمان كما تعرف كمان كان عندنا بعض اللاعبين مشاركين مع نادي عمودة، كمان احنا جربنا حوالي 3 لاعبين الموسم القادم ان شاء الله، وقدموا الشباب ما هو المطلوب منهم واستطاعوا الفوز الحمد لله على كل شيء. نعم كابتن محمد، كابتن محمد، خصوصية مباراة الأسايش وسردم، كيف تفوق فريقك على فريق سردم بطل الدوري؟ طبعا كابتن زيادة فوز وخسارة، طبعا الفريقين جربوا لاعبين وخاصة فريق سردم كان كل الجيل والشباب بالإضافة إلى كم عنصر من فريق رجال، فريقنا كمان كان يعتمد على الشباب مثل ما قلت لك سابقا، حاولنا نجرب حوالي 30 لاعب من الشباب اللي مواليد 2001 2002، كانت يعني مباراة جميلة حلوة كثير، واستطاع فريق الفوز رغم الغيابات من الفريقين، لكن قدموا الفريقين مستوى جيد يليق بسمعتهم. نعم كابتن ياسر، أعود إليك. كابتن ياسر، هل حققتم الأهداف المرجوة من وراء تنظيم هذه البطولة؟ طبعا الحمد لله كابتن توفقنا من ناحية الإدارية والتنظيمية للبطولة، والنتائج كانت إيجابية جدا، بدليل أنه الوسط الرياضي بالأجمع بارك بهالخطوة. طبعا أكيد نحن دائما نطمح للأفضل، عما إذا قلت لي إيش قد نسبة النجاح، أنا أقول لك الحمد لله أنا من عندي أعطي بدون أي مبالغة 100%، لأنه عطت صدفنا من أفضل الفرق، وبعدين كانت بطولة بعد فراغ شد الجمهور، والأهداف اللي أنا ذكرتها قبل هلا هي الاستفادة، كمان استفدنا من ناحية تجربة اللاعبين كنحن كنادي دجلة عم بحكي. نعم. وسبب البطولة أنه انضاف إنجاز إلى إنجازات نادي دجلة، بطولة محبة والسلام الأولى، وإن شاء الله تكون الثالثة والرابعة والخامسة بوجود الخيرين أمثالكم وأمثال الإعلاميين اللي لهم دور إيجابي كبير. نشكر قناة اليوم على أنه كانت دائما الحضور البارز للبطولة بنشراتكم بوجودكم على أرض الواقع، طبعا هذا أعطانا دافع كبير، والحمد لله يعني أنا كجزء من الإدارة كنا مبسوطين من بهالإنجاز. نعم، أعود إلى القامشلي أو أذهب إلى القامشلي. كابتن محمد، كيف تم التحضير للبطولة؟ طبعا كابتن احنا كان في عندنا نادي الخليج في استمراريه، كان فريق يتدرب يومين بالاسبوع، كان فريق شبه جاهز، معظم اللاعبين شاركوا مع نادي الجهاد ومع نادي عموده، تقريبا شيء حوالي 12 13 لاعب اكتسبوا الخبرات، وكان في لياقه يعني كانوا جاهزين جاهزيه جيده الحمد لله، استطعنا احنا كمان كما اقول لك انه حاولنا نزج باكبر عدد من اللاعبين، وجربنا جميع اللاعبين بدون استثناء، والحمد لله مثل ما قلت التوفيق من الله، واستطاع الفريق ان ياخذ البطوله. نعم كابتن ياسر، ما هي الصعوبات التي اعترضت طريقكم وانتم تنظمون الدوره؟ طبعا الصعوبات ما كانت كبيره كابتن، بحكم نحن والانديه الاقليم بشكل عام متفقين. طبعا متفقين يعني طبعا في لنا صله روابط. نعم. كادارات يعني صله احترام متبادل، يعني نحن يوم ناقشنا الموضوع مع اداره سردم ولنادي الاسايش حتى لبرخدان، هو لبعض يعني من باب الموانئ قال لنا نحن كمان حابين نشارك. طبعا كان بالمخطط صدقا كان نادي منبج انه. نعم. يجي من منبج يكون الطرف الرابع بالبطوله، لكن احنا كقرب وكهدف رياضي بحت لرياضه اقليم الجزيره، طبعا احنا وافقنا على نادي برخدان، وبالتنسيق باداراتنا ادارتنا مع ادارات الانديه الثلاثه الاخرى طبعا، وبموافقه ورعايه الاتحاد الرياضي
بعد ما قدمنا لنا الطلب ومباركتهم تحقق البطولة، والحمد لله أنهيناها بكل سلامة وبكل طلاقة وبكل فخر. يعني محبة اللاعبين بمباراة النهائية بالختامية وجود هالجمهور الرائع عادلنا الذكريات الحلوة لملعب 12 أدار. نعم كابتن محمد، أيضا حققتم اللقب، فزتم في جميع المباريات، 3 مباريات فزتم على المستضيف سردم البطل، بطل الدوري، وأيضا نادي برخدان، وأيضا حصلتم على لقب أفضل لاعب في هداف البطولة وأفضل حارس في البطولة. كيف حصلتم على كل ذلك؟ طبعا كابتن عداك أنه أخذنا البطولة، إحنا مثل ما قلت لك استفدنا من كثير لاعبين خاصة الأعمار الصغيرة. طبعا حارسنا مخضر أنطوليو معروف تاريخ نادي الجهاد، هو من الحراس الأوائل على مستوى المحافظة. برز عندنا لاعبين مواهب كثيره، عندنا مثلا الهداف علي كيرو قدم مستوى رائع، اللاعب يوسف داوود، احمد خيري عثمان، محمود سابيني، جوان شهاب، حمزه بوشكير، هذول المواهب استفدنا منهم كثير وراح يكونوا رديف قوي لنا بموسم المقبل ان شاء الله. طبعا معروف النادي كابتن سايج انه يملك المواهب كثيره، استطعنا مثل ما قلت تضافر الجهود جميعا لانه نداري الدوري نحاول ندور اللعيبة ونفتش مراكزهم، واستطاعوا تقديم ما هو عليه بصورة جيدة ممتازة، فكانت النتيجة إيجابية الحمد لله. أفضل حارس الدورة، بطل الدوري، هداف الدوري، الحمد لله. يعني هاي كلها شغلات إيجابية تعكس مردودة على النادي إن شاء الله مع الأيام المقبلة. كابتن محمد، هل كنت تتوقع أن تحصل على لقب الدورة الأولى؟ كابتن طبعا المدرب لما في اي بطوله يشارك حلمه مش يحقق البطوله، ولكن بتضافر الجهود واللاعبين والاداره وكذا استطعنا نحط استراتيجيه كان صحيحه انه نحاول نجرب اكثر شيء لاعبين الشباب اللي يعطوا داخل الملعب، بالاضافه لكم لاعب عنصر من الخبره مثل احمد السيخ، مرات رستم او عيسى خورشيد او ابو جاسم وطولجه، فكانوا هذول الخبرات دعم لهؤلاء الشباب، استطاعوا يقدموا مثل ما يقولوا اجواء كرويه ممتازه بشهاده الجماهير كلها والجميع من شهاده فريق اسايش. اثنى على هذا الفريق وقال فريق مستقبلي رائع ان شاء الله، اتمنى يكون ايام جايه يكون احد حصل ضمن هؤلاء. نعم كابتن ياسر، بخصوص فيروس كورونا رددت كثيرا هذه العبارة، هل اتخذتم وأنتم تنظمون الدورة الإجراءات الاحترازية، وخاصة أن العالم أجمع يكافح كورونا؟ طبعا كابتن، يمكن بهالنقطة يمكن ناقشنا فيها، بس الشغف الجماهيري يعني حاولنا قدر المستطاع أنه نعمل تباعد، لكن للأسف أقول لك الشغف الجماهيري بعد فترة انقطاع كبيرة أثرت على هالشي، وأتوقع يمكن الرياضيين كان عندهم هدف للرجوع للرياضة. طبعا نحن كنادي دجلة حاولنا قدر المستطاع بوقت أزمة كورونا أنه عبر جروباتنا أنه التزام بالقواعد الصحية، التزام بالتمارين داخل المنزل إلى آخره، وحاولنا قدر المستطاع أن نطبق هالشيء، والحمد لله. يعني أنا أقول نوعا ما بكل الأمور توفقنا كبطولة كإنجاز كتصميم. طبعا الهدف هو دائما يجي من التصميم، ونحن صممنا أنه تكون بطولة ناجحة بدون أي اعتبارات الفوز ولا الخسارة، والحمد لله أنه هالشيء أعطانا دافع أنه كنادي دجلة يعود نوعا ما الى القمه ويكون منافس للناديين المعروفين نادي الاسايش ونادي سردم. نتمنى ذلك. ونحول السؤال الى الكابتن محمد سرديني. كابتن محمد سرديني، كان نادي دجله ند قوي للاسايش، الاسايش بطبيعه الحال هو نادي خبير في وعريق في عفوا قوي في دوري اقليم الجزيره باعتباره البطل في عده مواسم. لماذا حدثت مشاحنات بينكم وبين فريق دجلة في المباراة بين الطرفين، رغم أن الدورة كما ذكر الكابتن ياسر دورة محبة وسلام؟ كابتن، ما نحن دجلة ما في مشاحنات، بس بين اللاعبين صار يعني سوء تفاهم،
تم طرد اللاعبين، اما شحنات بيننا وبين نادي دجله لا يوجد ابدا. احنا نحترم فريق دجله، فريق كبير، نحترم الاداره، نحترم الكادر التدريبي، نحترم الكادر الاداري، بالعكس لا توجد اي مشاحنات بيننا وبين نادي دجله، بالعكس نحن على وفاق تمام بيناتنا. هالشيء لم يظهر بيناتنا ابدا، بالعكس مباراه ايجابيه كلته، ولكن الحكم طرد لاعبين عندهم، طرد لاعب من عندنا بسوء سلوك. نعم، هل أثر الطرد على أداء فريق دجلة وفريقك بالمباراة كما تابعت؟ كابتن، فريق دجلة من فريق مميز يمتلك عناصر جيدة، ولكن الطرد الأول كان يؤثر، أما الطرد الثاني كان في الدقائق الأخيرة. رغم ذلك يعني فريق دجلة رغم الخسارة كان فريق جيد، قادر ينافس، يمتلك موارد جيدة، يمتلك عدد من اللاعبين الخبرات. أنا مثل ما يعني أتوقع أنه راح يكون بالدوري رقم صعب في الايام الجايه ان شاء الله. نعم، كابتن ياسر نفس السؤال تقريبا، لماذا حدثت مشاحنات بين لاعبيكم في مباراه دجله والاسايش؟ طبعا كابتن ما اعتبرها مشاحنه، كل مباراه لها خصوصيه معينه. صحيح. طبعا يوم تلعب مع القوي يتغير الاسلوب، كمان يوم لك هدف معين. طبعا نحن كاداره نادي دجله او كادر الفني كان لنا هدف انه نفوز وناخذ البطوله، هذا طموح اي نادي من الانديه الثلاثه الاخرى. لكن مباراتنا مع الاسايس طبعا لها خصوصيه معينه. هلا انت ذكرت انه نادي الاسايس نادي قوي وله دور هام برياضه الاقليم. نحن كمان كان لنا انه هدف انه نفوز، ونزلنا والشوط الاول كان لنا افضليه بدليل انه نحن سجلنا اول حتى الدقيقه 39 جابوا هدف التعادل. طبعا ظروف المباراه اكيد الطرد، هلا تسالني الطرد اسرع الفريق، لكن الطرد ما بيعطي انه انطباع انه الدوره كانت سيئه او خاليه من الادب الاخلاقي والرياضي. طبعا اللاعب يوم تجي له هجمه اجباري بيحاول انه يصد هالهجمه، وللاسف انطرد منه لاعبين، لاعب خطا فني والثاني خطا اعتبره خطا يعني خطا اخلاقي، بس لازم كان الحكم يتريث بهالنقطه بحكم بطوله هي بطوله محبه وسلام. صحيح. كما ذكرت كابتن، نحن كمان قلنا يعني كنادي دجله الحمد لله استفدنا، عندي 19 لاعبين جدد، يعني هلا يمكن بشكر نادي سردم واسايس على المشاركه، لكن صار لنا مجموعه عم تلعب مع بعض 5-6 سنين. صحيح. بس نحن اذا بذكر لك الاسماء، ريفو، علي الساجر، شبان، ديار، داوود، ابراهيم الجرف، مناف، هاني، عطيه، يعني تقريبا 10 لاعبين جدد. طبعا انا غايتي انا كابتن عفوا، اغلب المذكورين ايضا لهم باع طويل وخبره في الملاعب، ديار عيسى وعطيه الناصر. صح. يعني لهم خبره في حتى في الملاعب السوريه. صح كابتن، بس كابتن انت يعني كمتابع ولا كفاهم الواقع الرياضي. نعم. الرياضه تعتمد على شغلتين، اولا اللياقه البدنيه، وثاني شيء الانسجام، يعني في مجموعه لازم تكون تنسجم مع بعض. طبعا هذا الشيء لاحظته انا وذكرته بتقريري اللي ان شاء الله بدي اقدمه يوم السبت للاداره، عندنا اجتماع يوم السبت. نعم. ان شاء الله لمناقشه الواقع التنظيمي والاداري والفني لنادينا. هذا الشيء طبعا الواقع انه مجموعتنا بدها لسه شغل، يعني شغل فني، بدا انسجام، تتعود على اسلوب البعض. يعني انا يمكن مباراه الاخيره مع السردم لاحظنا انه فعلا لاعبيه السردم مجموعه هي عم تلعب بالدوري السوري. صحيح. نفس تشكيله الجزيره نفسها، يعني 16 لاعب من السردم عم يلعب مع نادي الجزيره، مجموعه منيحه عم تلعب مع بعض، فيها روح القتال، مجموعه عندها انسجام، يعني هذا الشيء طبعا. ونحن كنادي صاعد حديثا للدرجه الاولى، طبعا لنا هدف، وهذا الهدف ان شاء الله مع مرور الايام وبالتعب وبالانتظام والكد والعمل الجاد بدنا نحقق هدفنا انه نكون ند ومنافس لنادي السردم والاسايش، والحمد لله تحقق. يعني نتيجه الاسايش، يعني السردم اذا تلاحظ باخر دقائق الدقيقه 65 كان الشوط، انا عم نلعب 40 دقيقه كابتن. نعم. يعني يعني ما كانت 45 حتى نحكي، يعني مشان المشاهد يعرف الوضع.
لعبنا 40 ب 40، يعني الدقيقة يمكن 63 يا 65 جابوا الهدف. نعم. يعني ما كان كنا ند لنادي السردم، وكمان كنا ند لنادي الأسايش. نحن إنما مباراتنا مع الأسايش جبنا الهدف. ذكر المدرب. إيه طبعا محمد. يعني نحن كنادي دجلة من الناحية الفنية الحمد لله نحن كنا واثقين وتحققت الأهداف اللي كانت مرجوة من لاعبيتنا. نعم كابتن محمد، أنت خبير بطبيعة الحال بخبايا وخفايا الكرة السورية وخاصة أقليم الجزيرة، تقييمك الفني لكل مباريات البطولة؟ طبعا كابتن، تقييم فني أول شيء يعني الدورة هاي مثل ما قال كابتن ياسر، الدورة تشي فيها عدد الروح، عدد جماهير الملاعب، عدد رونق ثاني بالبطولة. طبعا تقييم فني مثل ما قلت استفادة الفرق، معظم الفرق من هذه الدورة. نحن كنادي أسايش مثل ما قلت لك استفدنا من عامل الشباب والخبرة مع بعض، استفدنا من فريق صدر استطاع أن يجرب فريق جديد له مستقبل. كنادي دجلة فريق مثل ما قال لك كابتن ياسر، فريق 18 لاعب جدد، استفاد من التجانب، استفاد من شاف اللاعبين على حقيقة الواقع، أكيد راح يستفاد منهم بالايام المقبله. اما نادي البخدان يعني كما قلت فريق مجتهد، فريق جيد، عنده طموح، قادر مع الايام انه كمان يكون من الفرق الجيده بالدرجه الاولى. طبعا اجمالا الدوره كانت فائده لجميع الفرق دون استثناء، ان كان من الناحيه الفنيه او التنظيميه او مثل ما شلون ذكرت الحاله الانضباطيه داخل الملعب او خارج الملعب، كان في شيء اسمه نظام صراحه. الدورة أعطت ثمارة صحيحة، أتمنى للقائمين على هذه الدورة في مجال يكونوا مثلا من فرق أحسن، مثلا 4 ب 4 كان تكون حيكون الدوري أقوى. طبعا احنا تأهلنا وأخذنا البطولة في بعد مباراة اللعبة. لو كان مثل ما قلت لك في تقاطعات مثل أول ثاني مجموعة أول ثاني مجموعة، طبعا مثل ما قلت لك هي أول دورة تجريبية، إن شاء الله يستفادوا منها النادي المقيم عليه نادي دجلة العزيز. ان شاء الله الايام الجايه راح تكون او الدورات الجايه راح تكون هناك تطورات اكثر من الناحيه الفنيه او من الناحيه التنظيميه. نعم كابتن ياسر، فعلا كسرتم جليد الجمود الرياضي في اقليم الجزيره، وهذا يحسب لكم ولنادي دجله. بصراحه كان نشاط متوقف ولا شيء في عالم كره القدم، وهي اللعبه الشعبيه الاولى، لكن هل طبقتم بعض المعايير التي اوصى بها الاتحاد الدولي لكره القدم كاجراء زياده عدد التبديلات في المباراه الواحده؟ طبعا كابتن، يمكن بتشكر اللجنة المشرفة اللي كان اللي نحن حطيناها مشرفين على البطولة، كابتن ديدار زازا، كابتن كيبو عثمان، كابتن أبو زانة، مروان عثمان، وطبعا كابتن نضال حميد مشرف ممثل عن الاتحاد الرياضي في إقليم جزيرة. طبعا كابتن، طبعا توصيات البطوله يعني اللجنه المشرفه، انا كنت من اللجنه طبعا، بس كنت صله الوصل بين النادي المنظم واللجنه المنظمه، اللجنه المشرفه عفوا. هذا الشيء طبعا نحن حطيناه بعين الاعتبار، كان حطينا ضفنا القوانين هي نفسها قوانين مكتب كره القدم في اقليم الجزيره، اضافه الى بندين رئيسيين. البند الاول زياده عدد البدلاء فبيلة. البدلاء من 5 إلى 7. الشرط البند الثاني انه اللاعبين يكونون على ملاك النادي، او ما يكون على ملاك يكون يعني يكون بعقد اعاره او استغناء كابتن. وهذا الشيء طبعا الحمله تحقق، يعني نحن كان الهدف دليل انه هدفنا بهالبند انه زياده عدد البلاء، هدفنا كان هدف رياضي بحت، نجرب لاعبيتنا، نستفاد من خبرات اللاعبين القدامى مع دمجهم مع لاعبيه الشباب، بحكم انا عندي لاعبين قدامى ولاعبين جدد، حبيت انه هالشيء بينسجم ونحن كراضين كل الرضا عن اداء فريقنا. صحيح في مراكز اظهرت البطء الضعف، كابتن يوم تلعب مع فريق قوي بتظهر نقاط الضعف عندك. صحيح. وهذا الشيء الحمد لله نحن توفقنا فيه وعرفنا نقاط الضعف عندنا والايجابيات والسلبيات، والايجابيات الحمد لله كبطوله كاداء كفنيات كتنظيم كانت احسن من السلبيات، وهذا الشيء اعطانا دافع ايجابي انه السنه الجايه ان شاء الله نزود عدد الفرق. طبعا كان هدفنا انه
هدفنا ايضا اذا صار ان شاء الله تفاهم سياسي انه انديه من خارج شمال شرق سوريا، انديه من تكون من داخل شمال شرق سوريا، انديه من شمال من كردستان العراق، هذا الشيء طبعا يعطينا دافع انه تكون بطولتنا فعلا بطوله محبه وسلام بكل معنى وكل امتياز. نتمنى. كابتن محمد، برايك من هو المستفيد الاكبر من هذه البطوله؟ طبعا كابتن المستفيد هو الجماهير اللي حضرت، اللي عادت تروح الى عادت النشاط، عادت الملاعب، غيرت الصوره، رجعت بتماسة الروح بعيد عن كورونا، بعيد عن كل شيء، على مثل بعض الهموم مثل ما يقولوا، الرياضه مثل ما يقول تجمعنا، فكان الفريق الاكثر الوحيد بس هو الجمهور، لذلك المنظمه اللي قدمت كل ما تسعى لانجاح هذه الدوره وما نسيتوا في خبرات طبعا كمان اللاعبين الصغار اللي شاركوا في الدوره كثرت حاجز الخوف مع اللاعبين الكبار او ضد اللاعبين الكبار، يعني كان في عده شغلات استفاد منها الانديه كمان. نعم كابتن ياسر، هل الجمعية البركات الخيرية لها دور في تصديقكم لتنظيم البطولات؟ طبعا كابتن، يعني نادي دجلة الحمد لله عندنا إدارة مثقفة واعية رياضية، نحن دائما نحاول ندخل إبداع ونطبق الاحترافية، شبه الاحتراف، ما نقول احتراف بشكل عام، بس طبقنا شبه الاحتراف في نادينا كنادي راعي. عنا الحمد لله عنا ثلاث شركات راعية، شركة العالمية اللي نحن فخورين فيها، وجمعية بركات الخيرية، طبعا هاي كانت أول فكرة وطبقناها نحن نادي دجلة، ونتمنى الأندية الثانية كمان طبقها، وكمان عنا دعم من شركة أرسل. هذا الشيء طبعا يعطينا دافع انه نحن نبيض وجه لهالشركات اللي عم تدعمنا، وبعدين تكون دافع لغير انديه تطبق هالشيء، وكمان مبدا البطوله كمان، وطبعا اكيد الى البطوله اجت على شرف الشركات الراعيه اللي كانت هي سباقه بدعم نادينا. يوم عرضنا عليهم الفكره مباشره باركوا لنا وسندونا. نعم، على كل حال مبروك نجاح البطولة، وإلى بطولات قادمة أفضل وأنجح. أشكرك جزيل الشكر الكابتن ياسر أيوب المشرف العام على نادي دجلة الرياضي، حضورك وتلبيتك دعوتنا إلى الاستوديو. الشكر الخاص لك كابتن عبد الجبار، وشكر على قناتنا الرياضية قناة اليوم، وبعدين كمان نتمنى أنه من هالمنبر انه تكون البطولة القادمة تكون اوسع واحسن واجمل ان شاء الله. وطبعا نتمنى من هالمنبر نوجه كلمة للاتحاد الرياضي انه يعيد النشاط وتكون الرزنامة الدوري لموسم 2020-21 تكون جاهزة، لانه فعلا جمالية الرياضة بالجماهير. نعم. ونحن كعشاقين الرياضة، رياضة تجمع ما تفرق، والبطولة صحيح. الحمد لله كانت بطولة موفقة، والشكر للكادر الإعلامي اللي واكب البطولة. نعم، شكرا لك، والشكر أيضا للكابتن محمد سرديني مدرب نادي الأسايش كان معنا من القامشلي، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.